توقف وادي الرمة ولم يتوقف المتنزهين على تجمعات وادي الرمة. هذا الذي بقي من وادي الرمة الله يعيد علينا إن شاء الله كل سنة بالخير والبركة. فالمتنزهون لم يمنعهم إلا أن يخرجوا ويتمتعوا بباقي مياه وادي الرمة التي تجمعت في هذا المكان. الكم الهائل من المتنزهين لا نشاهده بهذه الكمية إلا على وادي الرمة في حالة جريانه، يعني شيء مهول من المتنزهين اللي طالعين يتنزهون ويتمتعون مع باقي المتنزهين. حركة قوية على الطريق وحركة قوية داخل هذا التجمع المائي الذي بقي من وادي الرمة، شيء مهول من المتنزهين. الرمال الذهبية أصبحت كأنها معارض سيارات في الهواء الطلق، ما شاء الله تبارك الله. واليوم السبت احنا عصرا، يعني الناس هذا اللي خلاهم يطلعون ان اليوم إجازة. احنا العصر الناس شبعانة النوم وبعضهم جاي من بدري شاب على غداه، وهنا هو الافضل والاحسن انه الواحد طالع من بدري وضابط الغداء بهذا المكان الجميل الذي لن يتكرر الا بمشيئة الله. ما شاء الله تبارك الله. شيء مهول من السيارات ما شاء الله والعالم. بالصراحة يخلي الواحد انه يجي بس يتفرج لو على هالتجمع الجميل والتلاحم الكبير من المتنزهين، كل واحد يساعد الثاني، ناقصه شيء الثاني يدعمه، ناقصك بصل، ناقصك رز، ناقصك غاز، ناقصك دف، ناقصك تغريز. فهذا هو المتداول بين المتنزهين، يعني لا تبحل انك ناس شيء ما جبته. في حولك المتنزهين كل يكمل الثاني بالمتطلبات التي تنجح هذه الرحلة. ما شاء الله تبارك الله. ما يلامون المتنزهين لأن الوادي أبطأ عليهم وتأخر عليهم وفرحوا بجيته وخلاهم انهم يطلعون وتنزهون ويستانسون بهذا المكان الجميل. يعني رمال ذهبية نظيفة تطل على تجمع مائي كبير من مياه وادي الرمة، يعني مكان مناسب للطلعة. ما شاء الله تبارك الله، شيء لا يصدق إلا بالطبيعة إنك تجي وتشوف السيارات والكشاتة التجمع الكبير بالتنزه على تجمع مياه الأمطار الباقية من وادي الرمة. ما شاء الله تبارك الله. من القصص الجميلة اللي قص علينا أحد الشيبان، يقول طلعنا نكشت في وادي الرمة. وادي الرمة كان المكشات كاليوم عند الكوبري الفاصل بين بريده وعنيزه، وهذا يعتبر محل المكشات دائما اللي يكشتون به الناس. فيقول اتفقنا احنا وثلاث عوائل من الجيران، كانوا اول يكشتون الجيران جميع مع سياره فورد ونيت،
يقول معه سيارة فورت ونيت، فأخذنا عفشنا، ما كان العفش مثل الحين، الواحد يبغى يكشف اثنين حملوا سيارة حق عشرة. يقول حنا الزدر والحمل، أهم شيء الحمل اللي شريناه وشيء بسيط وصحن، ما في غاز ولا في حطب نكسر الملالات اللي هناك ونشب على غدانا. يقول طلعنا قبل الظهر والجو كان غيم، وكان بنهاية الشتاء ما في برد، لكن الجو كان غيم غيم قوي، وكنا نقول الله يستر ما يجي مطر وتخرب هالكشتة. أركبنا حريم بالصندوق، وحنا رجال الثلاث ركبنا قدام سواق وحنا اثنين، والحريم والبزران وراء يسولفن مستنسات بهالرحلة الجميلة. وصلنا الوادي ونزلنا الحريم ونزلنا الفرشة، فرشة الحريم، فرشة لنا والزدر والزدر والصحن والأغراض البسيطة، استلمنا هالحريم حقت يبيسونا الغداء، وحنا أخذنا الدلة وبريز وقعدنا محل عن الحريم. يقول الحريم شبا، جبنا الحطب وشبا على، حطينا حصى وحطينا الزدر وحطينا الماء، وبدأ يحطن باقي الأغراض بالزدر شبا على غدانا، وحنا شبين على قهوتنا وشاهين بنفس الطريقة وجلسن. يقول يسولف مبسوطات ما عندنا خلاف، والغداء حول يقضي، يعني حول يقضي الغداء بعد يمكن حول بعد صلاة الظهر تقريبا، بعد صلاة الظهر يمكن حول العصر، لأن الحمه حاشي وتبيله وقت وحطب. فبعد ما خلص الغداء يقول بعد ما قرب إنه يخلص غدانا وينشف إلا جتنا هكا المطر، يقول إلى الآن ما أنساه. يقول النقطة تقلب ياله مع رياح قوية، ويقول حنا نقفز للسيارة، حنا يا رجال نركب السيارة بالغمارة، لكن الحريم ما يقدر يركبه بالصندوق لأنه ما بشراع، خلنا تحتت له وحطنا فوقهن الزولية للجلسات العالية، والشكوى لله حطنا الزولية فوق روسهن، ومعهن العيال اللي كبارين شوي يتحملون هالجو، والصغارين أخذناهم وحطناهم معنا بالغمارة الله يدفع. يقول تقعد له يمكن حوالي 10 دقائق تضرب ضرب، يوم بدأت الأرض تمشي وغالما اللي يمشي يحول على وادي الرمة. يقول الحريم جلسات كان على طرف وادي الوادي، وهو ما بماء أو شبات نضوه زي ما قلنا أول، على حطت ماركات حصى وشبات نضوه الزدر، يوم جتها المطرة الله يدفع البلاء، وهي الدحتر بالبري، وهي الدحتر بالزدر، وبدأ المسائل تسيل وادي الرمة، وبدأ وادي الرمة يمشي منه، وادي الرمة الماء اللي جاو من المسائل يمشي مجراو، وزدرنا يقول زلق من هالحصى وبدأ يمشي مع الماء بوادي الرمة. يقول حنا ناظر الزدر وهو يمشي ولا ندري ايش يسوي، لكن المطر قوي وهواء قوي، حتى بعض عبايات الحريم طارن. يقول هدت بعد 10 دقائق هدت الأمور، ونزلنا من السيارة وطلعنا ندور الزدر، كل واحد يركض مع جهة يدور الزدر، لأن الزدر مشى مسافة أشوى. يقول حدا السيارة ردته بس ما لقينا غطاو، لقينا الماء كله داخل بوسط الجدر، وصاير نص الجدر ماء، كان أول كان يبي ينشف بس انت لماء، وانت لتراب ماء وتراب، لأنه تراب غبار وانت لتراب، يقول وانت لماء، شكوى الله خربت الرحلة، ما ندري من اللي داعن علينا بهالطلعة، قدر الله وما شاء فعل. يقول طلعنا القدر وكبينا الماء وطلعهم، هي الحمى هي الغالية علينا، ونادر الواحد انه يذوقه الا بعد فترات طويلة. طلعنا الحمى وغسلناه، ويقول كبينا الرز لها طيور وما طيور، حملنا قشنا على بيتنا على بيوتنا، وزعنا. يقول يوم وصلنا الدير وما نوزع الحمى علينا الثلاثة، لأننا يعني متجادعين بكلنا الثلاثة. يقول وزعنا الحمى علينا الثلاثة، وهذه الطلعة، يقول هذه الطلعة ما انساه ما حييت، كانت على شدة الأمطار وعلى ما حصل لنا، لكن كنا سعداء ومبسوطين هالطلعة، لأن حصل موقف دائما تذكره مع الأخوة، مع تذكره مع الجيران، وما حصل لنا بهالموقف.
فالمواقف دائما الجميلة اللي تحصل للشخص يكون لها مردود في مردود جميل وما ينساها الواحد، ودائما يذكرها في المجالس عشان تكون عبرة ان الواحد لما يكون غيب ما يطلع للبر الا في مكان يكون فيه خيام او يكون مرتفع، يكون مكان مثل فيه غرف شيء وقت ان يشاهد الواحد الغيم الكثيف مثل، ولا يكون انه يكشت على مثل اطراف الاودية والشعاب، ما تدري اي لحظة يجيك الماء وانت ما تدري. فهذه من القصص الجميلة مع هالجو الجميل مع الكشات الحلوين، اتمنى لهم التوفيق والسلامة وان الله يرجعهم لأهلهم سالمين غانمين.